مرحبا، أنا غدير حبش، مدربة مهارات إدارية وحياتية وكاتبة في مجلة نكهات عائلية قسم المهارات الحياتية وفي مجلة Family Flavors الكارير سكوب. معكم اليوم بحلقة جديدة في بودكاست من وراء المايك للحديث عن كيفية تطوير الذات وإذا بدكم زيادة الإنجازات. من أهم الأشياء اللي بتساعدنا على التطوير الذاتي، أول إشي تحديد الأولويات. أول نصيحة بنصحكم إياها هي نشوف إيش منقدر إحنا نعمل أو إيش إحنا حابين نطور بذاتنا خلال هذا الشهر. يعني إذا إحنا قررنا إنه خلال هذا الشهر أنا بدي أركز على شغلة معينة، مثلاً الرياضة أو صناعة الصابون أو أي مهارة معينة جديدة أنا حابة إني أشتغل عليها. تاني شغلة، بوزع هاد النشاط اللي أنا بدي أقوم فيه على الشهر من خلال تقسيمه على الأسابيع والأيام. يعني مثلاً أنا بدي أقوم أروح على الجيم هذا الشهر، أركز على الرياضة، بقسمها على الأسابيع، مثلاً بدي أروح 3 أيام في الأسبوع والأوقات مثلاً 2 ساعة باليوم. يمكن الموضوع كتير سهل لما بنحكي على الجيم، وشوي أصعب لما بنحكي عن تطوير مهارة، بس بدك تمشي فيها بنفس تقريباً بدنا نمشي فيها بنفس العقلية وبنفس الطريقة. بعد ما نقوم بهذا الإشي بنحاول إنه كمان نتشارك مع أفراد العائلة، نشوف لأولادنا كمان إيش حابين ينجزوا خلال هذا الشهر. مش غلط نقعد نحكي معهم ونشوف هم حابين إيش، يركزوا على أي مهارة بالضبط وينموها. بعد هذا الحكي بدنا نشوف السؤال المهم، كيف نلتزم بالخطة؟ أنتوا بتعرفوا إنه كتير مرات إحنا بنقرر إنه بدنا نقوم بأشياء معينة لكن للأسف إحنا ما منكمل فيها. أهم أشياء بتساعدنا نلتزم بالخطة، أول إشي نبعد الموبايل أو نحطه على وضعية الطيران وإحنا عم نقوم بالمهارة اللي إحنا حابين إنه نكتسبها. تاني شغلة، كافئ نفسك. كثير مهم إحنا نقدم لحالنا مكافأة على أي إنجاز. يعني إذا كان أنا هدف اليوم أقرأ لنفترض 10 صفحات واليوم أنهيتهم، شو المكافأة اللي بدي أقدمها لحالي؟ ممكن إني أنا أطلع مع صحباتي، ممكن أشتري إشي أنا حابة أشتري. المهم لازم أحسس نفسي بالمكافأة والإنجاز. ليش؟ لأنه إحنا نميل لتكرار السلوك اللي منتكافئ عليه، فبما أني أنا حابة ألتزم وأعزز من هذا الالتزام لازم هذا الالتزام أنه يكافأ. بدنا ننتبه على أشياء ممكن تخرب لنا الخطة تبعتنا، مثل النوم الزائد وبالذات بالعطل، مثل استقبال الناس بأي وقت هم بدهم إياه بدون مواعيد، ومثل كمان إذا إحنا منضيع وقت كتير على السوشيال ميديا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. وتب أخيرة بهذا الموضوع لزيادة الإنجازات، نحاول لما نفيق الصبح بكير طبعاً أول إشي نعمله ما يكون هو إنه نفتح الموبايل ونشيك صفحات التواصل الاجتماعي، لأنه ممكن يمر 1 أو 2 ساعة وإحنا عم نضيع وقتنا ولسه ما بدينا بالمهمة اللي إحنا ناويين عليها. وفي النهاية أنا بتمنى للجميع التوفيق، وبتمنى تحضرونا بحلقة جديدة من بودكاست جديد وموضوع جديد.